عندنا خبر ليه علاقة ببنت بطولة عمله أحد الأزواج، رجل أسترالي قفز على قرش، سمكة قرش اللي هو القرش الأبيض، ومش بس قفز عليه ده، وجه له لكمة لإنقاذ زوجته لما كان الله. هذا القرش بيهاجمها عند شاطئ في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية. وذكرت صحيفة سيدني إن شانتال دوال اللي عمرها 35 سنة تعرضت لهجوم من سمكة القرش من اللون الأبيض طوله بين 2 و3 متر لما كانت بتمارس رياضة ركوب الأمواج في الشاطئ، وطبعا أصيبت بجروح قطعية خطيرة جدا في ساقها اليمنى. لكن الزوج اللي كان بيمارس معاه نفس الرياضة في نفس التوقيت قفز عن لوح التزلج الخاص بيه وقعد يجدف بإيديه بسرعة ووصل لغاية القرش وضربه على وجهه لإجباره على تركها، ثم ساعدها للعودة إلى الشاطئ. ودي بصراحة يعني أقل حاجة تقال عليها إنه عمل بطولي. وبالمناسبة الصحيفة قالت إن مجموعة من المارة والمسعفين قدموا إسعافات أولية للاعبة على الشاطئ، وبعد كده نقلوها للمستشفى وحالتها حاليا مستقرة الحمد لله. وجرى إغلاق الشواطئ، مش بس الشاطئ ده، الشواطئ وكل الشواطئ المحيطة في المنطقة وفقا لشبكة المنقذين اللي بتقدم خدمات لمراقبة الساحل في المنطقة للمساعدة في تحديد مكان سمكة القرش. وتحياتي حقيقي، دي حركة محترمة جدا ومش أي حد هيعمل كده، يعني مهما كان في أزواج تانية كان هيسيبوا الموضوع يكمل عادي. اه والله وقال يعني مش واخد باله بيقدف عادي على جد، وارد جدا وارد. شوف كل واحد وضميره بقى، يعني الموضوع هنا واقف على الضمير.